غير شك. والسؤال أيضا حول الزكاة، يقول هل يجوز إلغاء الإمام دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم وقد نص القرآن على أنهم من مصارف الزكاة؟ وما هو تفسير ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه حين ألغى سهم المؤلفة قلوبهم؟ وهل نجبر نحن المسلمين على اتباع رأي عمر في ذلك؟ أنا أقول للأخ الكريم إنه ما فعله سيدنا عمر تصرف صحيح، ولم يلغي سهم المؤلفة قلوبهم، ولم يلغي هذا المصرف، وليس له ذلك، وما كان لعمر أن يفعل ذلك وقد كان وقافا عند كتاب الله كما وصفوه. وإذا ردت عليه امرأة في قضية قال أخطأ عمر وأصابت المرأة، وقضية كانت تحتمل النقاش، ما بالك. فالذين ظنوا أن عمر حينما امتنع عن صرف الزكاة إلى بعض المؤلفة قلوبهم ندى إلغاء لسهم المؤلفة قلوبهم أو لمصرف المؤلفة، هذا فهم خاطئ. كل ما في الأمر إن عمر قال إن فلانا وفلانا وفلانا، هؤلاء الذين كانوا يأخذون من سهم المؤلفة قلوبهم في عهد الرسول وفي عهد أبي بكر لم يعودوا مؤلفة. لأن من هو المؤلف؟ المؤلف هو من يؤلف قلبه، من يستمال قلبه ليدخل في الإسلام أو ليثبت على الإسلام. فإذا دخل في الإسلام وثبت عليه وأصبح إسلامه قوي لم يعد مؤلفا، هيفضل تؤلفه أبدا الدهر. فهناك أناس من زعماء القبائل مثل الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهما كانوا يأخذون الزكاة يعني من الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم. في عصر عمر خلاص ما عادوش لم يعد محتاج إلى أن يتألفهم ويستملهم. لماذا؟ أولا لأنه إسلامهم رسخ فلم يعد يخاف عليهم، إسلام قبائلهم رسخ فلم يعد يخاف على هذه القبائل إنها ترتد إذا هم ارتدوا، ما عاد يخاف على القبيلة. الإسلام انتصر على أكبر إمبراطوريتين في العالم، على كسرى وقيصر وعلى الفرس والروم، فهل يخاف على من بعض زعماء القبائل ويتألفهم في هذه الحالة؟ ما عدا هناك وجه ليبقى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأمثالهما مؤلفة إلى أبد الدهر. فكل عمر قال لهم إن الله أعز الإسلام وأغنى عنكم. فهذا هو ما فعله، تصرف سليم تماما. لأن الذي يؤلف في سنة ليس مثل مثلا لو نذكر مثلا إذا الآن نجد هناك جوائز مثلا جائزة الملك فيصل تصرف معمولة مثلا جائزة الدراسات الإسلامية أو جائزة الطب أو جائزة الأدب أو جائزة كذا، وبعدين يأتوا في سنة من السنين لا تصرف هذه الجائزة لأحد، يقول لك إيه لم يوجد من يستحق، ما فيش واحد قدم بحث يستحق الجائزة. هل معنى هذا ألغيت الجائزة ولا انه المصرف غير موجود؟ يعني ما فيش من يستحق هذه الجائزة، موجود السهم موجود، ولكن في عهد عمر لم يوجد من يستحق التأليف في زمنه، لان التأليف ده من حق الامام. ممكن يؤلف وممكن يقول لك لا احنا مش محتاجين للتأليف في هذا العصر، احنا هناك عندنا اهم من هذا الجهاد، او عن اهم من هذا اعطاء الفقراء، او اهم من هذا ابناء السبيل، او تحرير الرقاب، او غير ذلك. فتأليف القلوب هو من شأن الامام ومن شأن الدولة ومؤسساتها، فممكن ان تلغيه جزئيا او تلغيه كليا او تغير مؤلفة بمؤلفة. اللي ألف من قبل مش ضروري يفضل ياخد ابدا الدهر ابدا، هذا فهم خاطئ. ولذلك الذين اعتبروا ان سيدنا عمر الغى السهم تفهمهم غير صحيح للقضية، وانا وضحت هذا في كتابي فقه الزكاة، كما وضحته ايضا بتفصيل في كتابي السياسة الشرعية بين نصوص الشريعة ومقاصدها.